عملية تهريب دي كثير بتاع المزور صح؟ الذي نسمع بالكارتوش تو كهرباء ما تحبسش يضربوها طول بالكارتوش تو ضربوا علينا بالكارتوش ضربوا علي بالكارتوش شوف كهرباء ده حاكم قالوا رجع الحاكم يصدم الحاكم ولا تبدو الحركة عادية هنا في مدينة فريان المتاخمة للحدود الجزائرية، لكن ما إن تستقر هنا لبضع ساعات وتجالس أهاليها حتى تكتشف أموراً لا يمكن إلا أن تحدث في المناطق الحدودية. نقاط بيع البنزين المهرب في كل مكان، انتشار واسع لسيارات رباعية الدفع مرقمة وأخرى تخلت عن لوحاتها المنجمية. سألنا ما الذي يحدث؟ قيل لنا أن هذه المركبات تخص المهربين. مهنة لا تعتبر كذلك إلا هنا في المدن الحدودية، ظاهرة تجعلك تبحث عن الدوافع التي رمت بهؤلاء إلى طريق الموت، ضارباً بكل الخطوط الحمراء التي قد تصادفك عرض الحائط. لمعتمدية فريانة خصوصيتها، فهي لا تشبه أي مدينة أخرى في تونس، لها من تبسة الكثير والتبسة من فريانة الكثير أيضاً، وجهان هما لعملة واحدة، وجهان للتهريب. السلام عليكم. أنا وصاحبي تو عبينا شقيفات 70 شقف باش نطلع إن شاء الله للحدود للسخيرات. عنا ديجا شهر نحن نطلع معنا ونرجع فارغين، ما نحبوا حتى في شيء، حدود مسكرة ما ثمش سلعة. عنا أمل نلقاش طرف مزود، غادي نعبينا وصاحبي ونقصدوا ربي للقروين، باش نوصلوا للقروين إن شاء الله. بالنسبة لي هي خدمة عيشي، ما فيهاش مكسب. ما شفت الفيجة هذه يرزينا على الكهرباء، زوز ترانت كهرباء هذه شركة فيها ثلاثة من الناس، نحنا نفضلوا فيها كل فيجة كيفيش 50-60 دينار ونتقسموها شركة من الناس وكهرباء علي زينك مشي كهرباء لينا، ما لقيناش مخير ألا غير هذه خبزتنا، نحنا خبزة صعيبة ألا غير الحاكم تو ضيقنا بالقدا وقت تشوف معناها المدة التالية قتل موجود كارتوش موجود، أنا الله غير بضاعة ضعون. أنا شهر بارك مخلص 10 مليون محاضر، غير نحنا تونا نجيبها من الحد القروين نمشي في البيس طرقات فرعية، نمشي طرق معناها خيف منش خيف خيف من محضر. قلت لك شهر واحد بارك مخلص فيه 10 مليون محاضر، يضربوا حتى في العبيد بالكرتوش تو كهرباء ما تحبسش يضربوها طول بالكرتوش تو.
تو عندي خوي انا مضروب المدة التالية، مضروب في رجله زعما ميت. تو في الساحل وفي برشا بلايص وفي العباد كي تشوف يقول لك هاو كناطري، معناها يصور في الفلوس. نحنا ما ثمش حد شيء. السرعة انا اللي تضربت عليها بالكرتوش نعطيك واش فيها فايدة من هنا من الحدود من الجزائر يشريها واحد من العلمي باش يهزها لتونس. لو ماكسيموم راي فيها 600-700 ألف. كيفاش تمشي هذي؟ يجيبها تزير ويعديها في الحد ويجيبها من الحد الفريان ونهزها أنا من فريان البلاس أخرى ومن بلاس أخرى تمشي لتونس. شوفي قداش على قداش من واحد قداش هيزونا الفيج لزعم المتعلي هيزو 200 ألف نبدل منها في الفيدونج ونصب تي ونبدل منها في العجل ونخلص منها في الأوراق ونأكل منها ونشرب منها ونلبس منها ونعمل منها في كل شيء ومريسكي عليها، فهمت؟ ومريسكي عليها من الزاز وذي بعدك الجمعة باش الواحد يتحرك يهز يعني والبشر ما صار لي يخدم في الخدمة ذي كامل الاحتياج. ولا كما يحكوا في التلفزة أنا شادين المهربين وضع كل سلامة الشعب. تي منين سلامة الشعب؟ أنا هو الشعب تي كي تقص عليه باكو دخان تيقود يتكيفوا ب6 آلاف الشعب، وكي تقص عليه صباطة يقول دي يلبسوا ب200 ألف الشعب، وكي تقص عليه العالفة متاع الجزائر تيقود يشري ب25 متاع تونس. وبرش عباد قاعدة تخزرنا طالع كيفاش نحنا يعني ناس ما نفهمش كيفاش يعني ناس إرهابيين بالحق يعني ناس ما نعرفش كيفاش يخزرونا. إن شاء الله تاوي جي نهار وبي ربي الحقيقي. من هذه البيوت بسرعة فائقة وعبر مسالك ريفية هم من استحدثوها وسط الحقول وبجانب الأودية وعلى سفوح الجبال بعد إشارة الكشاف أن لا وجود لرجال الأمن أو شرطة الجمارك لتكون الرحلة المحفوفة بألف طريقة للموت. تقريبا كثير من المزود والليسانس تصير من فريان بالتليفون من كلمة زين حاضرنا سلات حاضر سلات يجي لهنا لحد يقرب لحد عنده دياره وكما ديارنا احنا لنا يكلمنا يشوف الجو بتاعه يشوف الدنيا هذا مش جيش هذا مش حرس هذا مش حال ونحن نشوف الجو نحطه كشاف من فوق هذا المركز ما نحطه كشاف نط على جدي يشوف كلام ذا حاكم قالوا رجع الحاكم يصدم الحاكم ونخش نبقى قاعدين في الدار لهنا منين نجو جو به يعني نجم بدو هزب عدو سرعته ونتعب هذا في بالنسبة للمازوت الحديد كان كذلك نخدمه من 100 بار 150 بار هزب على المرمات باش تانا يطلبون جماعة تونس سوق بوبنديل وسوق موسبيس يطلبون يقولوا حاجة مثلا باللبسة كذا كذا سراوي كذا كذا سبادريات كذا كذا موسوط زيدي جبت مصر ولا فريانة من فريانة هزة واحدة كان شد بصحته كان معتنى بصحته. رافعين التحدي في وجه كل الإجراءات القانونية والعقابية التي يمكن أن تتخذ ضدهم وكل المخاطر التي تحيط بهم في طريق الموت هذا هروبا من أعين الحرس الحدودي والديوانة التي تسعى جاهدة لاقتلاع جذور الظاهرة.
هي ذيك الورقة؟ نفا نفا تاع فم. اه شرب وضرة. وأنت في فريانا لابد أن تتوقع أخبار المآسي التي يتعرض لها أصحاب هذه المهنة، حوادث سير، إطلاق نار، حرائق، كل ذلك وأكثر، ثمن يدفعونه لقاء لقمة عيش مغمسة بتحد يدعى البقاء. الإصابة متاعي أولي من الصباح بكري، 6 متاع الصباح، خارجنا وخيوتي، يمشي واحد من قدام وراه خويا الآخر وانا نمشي من تيري، نمشو الدنيا مازالت ظلمة للي نشوف الخويا دار قدام. حبس الدور حتى انا استنيت وجا قال لي راهو بركا جارج. رجعت قلت له برا ارجع على اساس قلت نطلع النهار تو تروح حذري تبارك جوا كذا. رجعنا الحصيل ونمشو شوي للي نسمع في الكرتوش، ما فهمتوش لا وراي لا فوقي لا تحت، ما فهمتش حد شيء. نمشي كي وصلت هي ما با 4 ثواني 5 ثواني يعني مشي نلقى دورية حذية مشي 6 عوين ولا هما 5 شادين سلاح وموجهين ورفع الواحد يضربوا كل خويا اللي قدام يتعدى ضربوه ثاني وضربوني حتى أنا وقت لي سميتهم الحصيل وتضربت في فخذ جتني ضربة في رجل. أول ما تضربت كي تضربت عاد ما كملت لك شنا حبست جوني ديوان هبطت من الكهرباء ننزفنا هبطت من الكهرباء اللي وصل لي الأول في الديوانة قال لي خنت تابع 6 كراهب 6 كراهب هذوما شنو كراهب متاع دخان راو كي تشوفي الكراهب راو بالحق راو شيء أسف. هي سبحان الله العظيم أنا هاني عارف روحي مخالف وعارف روحي خارج على القانون وعارف روحي كذا يا ربي حني راو من الزز راني مشني معناها نشتي منها ثم واحد يكره بلاده. وقت اللي وصلنا غاديك للخامسة الدنيا ظلام حتى يمشي خويا قدامي نلقى بحريه برشا خياليات وحجار واحد نكسبه بركات لين انا طفيت الضوء حبيت نبعد على بركات عاد ولو ضربوا علينا بالكرتوش ضربوا علي بالكرتوش طيحوا لي البولارات وخربوها كلها. بالرغم من أن التهريب كان ولا يزال الخطر الأكبر على الاقتصاد إلا أن عائلات عديدة تتمعش من ورائه وترى فيه حقا مشروعا يحاربون به شبح البطالة لا سيما في ولاية القصرين. أما أنواع من كونتر ثم سلاح تدخل على ليبيا وتعدى الجزائر والعكس كيف تدخل على الجزائر وتعدى على ليبيا يعني تونس هي بي ترانزيتوار لكن في أنه ما نجوش نعدوها على البوابة تدخل على ليبيا على البرط ولا على الجزائر على البرط ومن بعد تعدى أمور غير قانونية هذه ما ضرش تونس نطلع شيء تونس ما ضرناش ثم سلاح تخرج من تونس ليبيا والجزائر ولا عكس من الجزائر وليبيا لتونس هنا ثم سلاح ضر الاقتصاد صحيح إذا كان سلاح الدولة معناها قاعدة تدعم فيها وتصرف عليها يجي واحد يجيبها من بلاصة أخرى واللي يهزها بلاد أخرى عبارة نحن الدعم كان أعطيناه لكن هذا راهو نفس الشيء موجود في الجزائر يعني تركيب المازوت والليسانس في الجزائر مدعمة الدولة ويجيو فيه نحن هنا بغير تدعيم. تعشى منها كناية تعشى منها الدار واحد وتعشى منها التعيش للمزود وتعشى منها وتنقص 2000 فرنك ما عنديش حتى الكيوسك ما عنديش رو أنا بش روي جبال يزنخ المزود بش نعشي ذريتي ونعشي عيت ما عندي حتى حاجة خدمة أخرى ما نخدموش نحن عندي عمري تو 35 سنة ما خدمتش لا خدمنا سلاح لا خدمنا كرتوش لا خدمنا حتى شيء نخدم شوي مزود ما خدمناش حاجة ممنوع ويحلونا الحد ويرحم والديك واللي أعطونا خدمة لأرواح أعطونا خدمة يقولون هاو المعمل أخدموا فيها وحاضيرة أخدموا فيها
باش نعاشي ذريتي وكو. هول هذه التصريحات زرع في أنفسنا حرصاً شديداً على ضرورة الاقتراب من هؤلاء المهربين أكثر وكسر جميع الحواجز لكشف حقيقة ما تعانيه هذه الشريحة عن دوافعها، عن كيفية عملها، وعن توريث هذه المهنة. من اللي خلقت؟ خلقت نادي بابا يخدم الناس بتاعك. من اللي خلقت؟ بابا وجدي الناس بتاعك. جدي خدم في 61 62 بابا خدم من 79 هو يخدم. أنا بديت من 94 أنا نخدم. يعني الإنسان ما يكبر شوي نيجي بابا يخدم فين خدمها مو كل كيفكر أو كل يعني بيئتهم يعني كان حاجة ولا ثية تسمى فين معناش خدمة أخرى الناس كلها ناخد من خير نفس خدمة ماتوا برش عبيد ماتوا برش في ولاد عبيد من ظهره قتلوا زوز حرس غلطة لهنا قتلوا يجي ثلاثة يقتلوا فيها ما كرتوش صحيح يقول قف وما وقفتش ويضربك هذاك حق لو انا ما تكلمنيش هاو ماتوا ضمن كلهم ما تكلمنيش علاش قال لك وقف وما وقفتش ثم لازم هو ثاني يحمي روحه. بينما يختار اغلبنا مهنته فان هؤلاء لا مجال للحديث معهم عن مستقبلهم وحياتهم وعملهم فهم وجدوا انفسهم محشورين وسط هذه الدوامه بهامش ربح يقال انه كبير أو الموت على طرقات التهريب. بدون مازوت هذاك حبيبي يصل بدون مازوت بطل هذيك ما نقوش حتى خديمة اوف انفخ موس بدونه فايز موس مش قاعد نعمل انا بدون مازوت ها نعطيك دم انا افتح كره دبرني في خدمة شهرية 300 الف الشهر ومبطل خلص الكمبيال خويا هاك تشوف الكراج معناها تعرف ما ثم حد شيء البيت سكروه الحدود مسكره العبيد هاك تشوف فيها عمك كراب على الزينك اخزر كراب على الزينك شاف الكل اخزر كل مقاري كمين على كل شيء معناها ناس حبست ما عندها متو كمبيالات ما جاش باش تخلص ما ثمش كلها كمبيالات ما جاش العبيد وانت تخلص العبيد ما ثمش خدمه ما ثمش حد شيء سكروها كلك وهاي الناس كلها تفرج على بعضها الناس كلها مقاريه ما ثم حد شيء يغطي شوي صوص ومزوط اخسر ها وين اخسر مثل ما حد شيء اعمل حل الحدود هذه كونترا الرسميه يقولوا برا الرادس برا فهمني الرادس برا غادي للبرج هذيك كونترا هذيك كونترا الرسميه فهمتني تمشي بالمليارات نحن رانا نجيبوا بدون مزوط نفضلوا ب 500 فرنك راه نعيشوا فيها بصغار لا اكثر لا اقل اما الكونترا الرسميه برا البرج برا الرادس برا فهمني للبلايص المعينه نتاع الكونترا بالضبط هذيك عارفها الكونترا وين أما بشي تحكي لي اللي هنا حدود واحد سكروا علينا تزيري هانتوا نهزوا باش نمشوا الجزيرة كنت نحرك جي حدود تسكرها جي عايد يوك طلع وش بمكتب وهز ساك ويمشي للساحل ويمشي لتونس يخدم علاش ما يعملوش لنا هنا مش عايد مش كده انت عندك خريج يقولوا لغاية الناس كل تخدم لنا وكانوا بيع للوادي سكروا نحن ما غدوا نسكروا الوادي مش هو يجي يقولوا لا سكر ما سكر تونس العبد اللي يشوف فيه مشيت تونس مشيت ما هنا وقف الديوانة شدوا لي كره اخرت غاد دخلت للدار اختار لي قري منين قلت من القاسري قال لك واخر تيل شاف حلوف انا بشري يقولوا كيف كيف والله فطريه عليه راسي بالله يا ولد عمي هما مركزين على 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 التهريب ومركزين على تو بدون ما صوت وش فيه كهرباء تجيب لي كهرباء ب 50 دينار هذه كهرباء متكلفه ب 60 مليون على الليزينغ باهي مسكين ذلك ينحب ويتلبد من الطابيه لطابيه ومن الود لويل يجي هنا ال 50 دينار ما تصلحلوش يجيب لي هناك الفياش بتاع المازوت فيه 100 بدون انا ما صورش فيه 50 وزيد نح منه كراء ونح منه ماء ونح منه ضوء في المحل اللي ساكن فيه فهمت البدون فيه 500 فرنك على قداش توزع انا قداش نخرج في الشهر قداش نخرج تنخرج راه تخرج 500 بدون
200 و300 بدون وش فيها 200 ماهوش كل نهار نجيب الفياج، الفياج نجيبه في جمع فهمت ولا 50 دينار تتسع عائلة ذي ما تزيش أخوي ما هو مركز لك على الأمور ذي هاو تهريبه وكذا سكر واعطيني هنا حل اعطيني 200 دينار 300 دينار نعيش فيها لهنا وسكر. ما تعيشه قرى معتمديات فريانة في مختلف مناحي الحياة يعد استثناء، حيث يشهد الشريط الحدودي بمعتمدية فريانة وبولاية القصرين بصفة عامة خلال الفترة الأخيرة تقلصاً في نشاط التهريب، وذلك نتيجة تشديد الحراسة على الحدود خوفاً من الضربات الإرهابية، بل بات المهربون والإرهابيون في نظر البعض وجهان لعملة واحدة. عمره الكناطري انسان زوالي يخدم على روحه ولا يهرب سلاح ولا يهز سلاح، مستحيل هذي كلها بوادين مازوت كما هكا طرف حديد هذيك هيك ناطري كل كيف مش توصل. انا عديت تخدم في الدخان وفي السلاح الغالية موجود انواع التهريب هذيك مش نضمن لك كان موجود كان الحديد والمازوت موجود انواع تهريب اخرى موجودة عباد لبس عليها قاعدة تخدم في التهريب، أما الأكثرية عباد مضاعفة كما هكا، الأكثرية شوي مزود، الأكثرية عباد ما عنديش خدمة أخرى، ما عنديش قسم أخرى باش تخدم. أنا سيدي هذه منطقة حدودية، ما فيها لا معامل، لا فيها وحدات تاع خدمة، ما فيها حتى شيء، الشباب بطال، معناها إذا كان الواحد بطال كيف الذرية هذه وما عندها ما تخدم، تلتجأ للزطلة وتلتجأ للسرقة وتلتجأ للواحد، معناها أنا هذه منطقة مهمشة، أمشي طلع المنطقة الحدودية، ربطينا بالإرهاب، نحن في في الحرب نتاع قفصه الامن اللي تاو فينا احنا بالارهاب، نحن عينا جنب الى جنب مع الامن في الحدود، بياتنا مسيبه خدمهم مسيبه كل شيء وهابطه تعسم على العباد، كيفاش المنطقه هذه يربطوها بالارهاب؟ نحن ضد الارهاب، نحن من اللي خلقت الحدود هذه نحن ساكنين في الحدود فهمت؟ لا نحن ولاد حدود، كيفاش نحن ولاد حدود باش نجيبوا الارهاب؟ نحن نعسوا على الارهاب. أقبل يقول لك أو الإرهاب أو التهريب ولا شو من اللي ربطونا الإرهاب بالتهريب ماتت الدعوة. أقبل كانت عنا 50 سنة الناس تخدم في كنت وما ثمش منها الحكاية دي فهمت ولا من اللي قالوا الإرهاب بالتهريب نحن نعرفها الحدود، نحن إذا كان ثم الإرهاب باش ندخلوه نحن للبلاد متاعنا ما ندخلوش، ونحن بالعكس قاعدين نحمو فيه. تو إذا كان الواحد يحط عقله في راسه مش يدخل للهرب تدخل القنابل هنا، لكن نحن مش نمتع شيء هذا. حبسوا فاركتوا، تلقى عنده يا ودي تلقى عنده كرتوش، تلقى عنده سلاح، تلقاه هذا إرهابي اقعد. أما باش نقول لك راهو ثم لهنا شدوا سلاح ولا شدوا حاجة ما همش دريد ولا سسم دريد هذا ما ولد خو الزين شديناه في الدار هذيك شديناه المواطنين ساعة الحاكم ما ثمش هرب كل حاكم. شديناها مواطنين وهزيناها القزم يقول هارب من الشارع ذي شدينا شكون شدو يعني مش ندخلوا الارهاب نحن ندخلوش الارهاب. من الصعب الوقوف على رقم بعينه بخصوص التهريب، لكن من السهل التنبؤ بعدد المهربين القادمين على مهل، خاصة ونسب البطالة في ازدياد في هذه المناطق الحساسة. وحنا نموتك لنا الدور اي خلونا نموت وميسالش على قليلة تحركنا بالك شي تصدف في السيما الفقر ربنا روح رقنا خذوا البلاد شدوا لي قعدوا على اللعبة خليني نخرج الغادي ونشد العملة الصعبة حلوا الحدود خلوني مقطع يزيني زوالي معفس والحكومة باقي تقول خطيني